ثمان دول عربية تشارك في المهرجان الدولي للمنظرام النسائي في طبعته الأولى بولاية الوادي تحت شعار المسرح إبداع يترجم الواقع، وسميت هذه الدورة باسم الفنانة الراحلة سونيا. سونيا ما ماتتش، يعني الأعمال ديالها بقات، أعطات يعني دور للمرأة الجزائرية، تقعد دايما واقفة، وهاد الطابوهات أنا نقولها على خاطر الأم تاعي ربي يرحمها كانت تقول المرأة اللي عندها نيف ديرها حتى في كازيرنا تاع الرجال تقعد دايما شاده نيفها. تونس، الجزائر، ليبيا، عرض حالة المسرح خاصة التجربة التونسية في مسرح المرأة والتجربة الجزائرية في مسرح المرأة. إن شاء الله يعني ما تتكرر اللمة هذه، ولمة خير ومحبة وخير وإبداع. أتمنى أن نشاهد عروض ترتقي إلى المستوى، وأن نكون يعني زي عادتنا دائما نزهاء في تقييم وإعطاء كل جهد، وكل فرد يبذل جهد أو يبذل ما في وسعه من إبداع أو من عطاء أن ينال حقه. وتتخلل هذه التظاهر ورشات تكوينية موجهة للمهتمين بفن المونودراما المسرحي ينشطها عديد المختصين. وأسعد أن أنا بعمل ورشة، أن أنا جاي أقدم حاجة ورشة لكتابة المونودراما، لأن معروف أن فن المونودراما من الفنون الكتابية الصعبة، لأنه لحد دلوقتي لم توضع له قوانين ثابتة يقوم عليها الكتاب، يعني نص المونودراما ليس له شكل محدد. إذ لم يكن من المعقول حقيقة، هو تحدي وجرأة أن يعلن أن الطبعة الأولى للمهرجان مهرجان المونودرام النسائي وفي منطقة يعني الألف قبة وقبة ليس بالأمر الهين. وتستمر هذه التظاهر إلى غاية 5 فبراير الجاري، والجمهور على موعد مع عديد العروض المختلفة الطبوع والثقافات العربية والتي تبعث برسائل من واقع المجتمعات.